أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج عيون الحياة وحلقة جديدة ولقاء جديد، وكل سنة وانتم طيبين وكل أم مصرية طيبة وأعد الله عليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا نجلاء، وكل سنة وانت طيبة وكل أم مصرية طيبة وربنا يخلي كل أمهات ويرحم جميع الأموات يا رب. يا رب يا رب. النهارده إن شاء الله هيكون معانا فضيلة الشيخ إبراهيم ممدوح، إن شاء الله هيكلمنا عن رمضان، شهر الكريم، شهر المعظم، وإن شاء الله يكون حلقتنا لأعجابكم. مساء الخير يا شيخ. أهلا بك يا شيخ. أهلا وسهلا بكم. أنا طبعا سعيد إن أنا مع حضراتكم النهارده، وكل عام وأنتم جميعا بخير وأنتم إلى الله أقرب، وإن شاء الله رمضان القادم يكون جميل علينا كلنا بدون بلاء، وإن شاء الله يكون ربنا رفع عنا بلاء كورونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير. اللهم آمين. وحضرتك بخير إن شاء الله. في البداية كده طبعا يعني حضرتك ممكن يعني ترسم أي حاجة تقولها لنا كده في البداية. طبعا نبدأ بخير كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، صدق الله العظيم. طبعا مرحبا بك يا شيخ مرة ثانية، وجزاك الله خيرا عنا إن شاء الله وعن جميع الأمة المسلمين. في البداية يا شيخ، شهر شعبان بيحدث فيه حدثين. طبعا شهر شعبان يحدث فيه حدثان عظيمان. الحدثين دول للأسف كثير من المسلمين يغفل عنهما، للأسف. احنا في شهر شعبان في نعمة كبيرة من الله، ولم يبقى على رمضان إلا 3 أسابيع فقط. شهر رمضان يحدث فيه حدثان عظيمان. الحدث الأول أخرجه الإمام النسائي، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا جدا في شهر شعبان، لدرجة أن أمنا عائشة رضي الله عنها برضو لاحظت نفس الموضوع، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، وفي رواية يصوم شعبان كله. فأسامة بن زيد رضي الله عنه الحب بن الحب لاحظ ذلك أيضا، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور، إشمعنى شهر شعبان؟ أسامة لاحظ هذا الموضوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصوم في شعبان. قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هناك رفع للأعمال سنوي، وهناك رفع للأعمال أسبوعي، وهناك رفع للأعمال يومي. ملاحظ يا أستاذ محمود؟ أنا مع حضرتك. يعني حضرتك في سنوي، في شهري، في يومي. يعني إيه؟ في رفع لأعمال العبد يوميا عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين كانوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، عند صلاة العصر وصلاة الصبح. ده بيسموه رفع للأعمال يومي. وهناك رفع للأعمال أسبوعي، يوم الخميس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الخميس قال ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. ده رفع أسبوعي للأعمال، وهناك رفع سنوي لأعمال السنة كلها في شهر شعبان. فشهر شعبان عندنا يعتبر آخر شهر من شهور المسلمين الحقيقية، مش طبعا الشهور اللي احنا ماشيين بيها البداية المحرم وصفر، هذه شهور يعني ليست هي المقدار عند الله عز وجل. فعند الله عز وجل تنتهي السنة حقا في شهر شعبان وترفع فيه الأعمال إلى الله. فطبعا يعني جزاك الله خيرا على السؤال الجميل ده، إن فعلا لازم ننبه كل المسلمين إن فعلا أعمالك يا مسلم سترفع في هذا الشهر، كل أعمال السنة. تخيل بقى هذه السنة الماضية بما فيها سترفع الأعمال فيها إلى الله في هذه أو في هذا الشهر، فلننتبه إلى هذا الحدث جيدا. ده الحدث الأول اللي بيحصل في شهر شعبان، ما بيحصلش في أي شهر آخر، فشهر شعبان شهر مميز. أما الحدث الثاني بقى، الحدث الثاني، وهذا حدث عظيم جدا غفل عنه كثير من المسلمين. جاء في حديث أخرجه الإمام ابن حبان، وقال ابن حبان حديث صحيح، والشيخ الألباني رحمه الله أيضا صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان. خلاص النهاردة 6 شعبان، يعني خلاص قربنا على هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. إن الله تعالى يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا 2 فقط، يا ترى هل نحن منهم أم لا؟ مين هما الاثنين دول؟ أولا قال إلا لمشرك، وده الأول مشرك بالله، سواء شركة أصغر أو شركة أكبر. نسأل الله الهداية للجميع. ده رقم 1 المشرك. ثانيا قال والمشاحن. المشاحن بما يعني معناه؟ المشاحن بما معناه؟ المشاحن أي المخاصم، المتخاصمين. المتخاصمين، لو في مسلم مخاصم أخوه المسلم، ويا حسرة لو كان هذا التخاصم ما بين الأقارب وما بين الأب والأم والأولاد، فالموضوع يكون أعظم. فما بالك إذا خاصمت أخاك المسلم، فأنت بذلك لن يغفر لك في ليلة النصف من شعبان. فهذه رسالة في بداية هذا البرنامج الجميل بنوجهها لجميع المسلمين على وجه الأرض. شوف أنت مخاصم مين، ابدأ معاه ولو بالسلام. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل. طبعا الستات يقولوا طب هو الكلام للرجاله، لا، كلمه لرجل من باب التغليب، يعني دائما يذكر كلمه رجل ويربط بها الرجل والمراه، يا ايها الذين امنوا، يعني والمؤمنات ايضا اكيد. لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. لا يحل يعني حرام، ما هو ضد لا يحل يعني ايه؟ حرام. لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإحنا طبعا يعني قبل ليلة النصف من شعبان بنوجه هذه الرسالة لجميع المسلمين على وجه الأرض: إياكم والتخاصم. شوف أنت مخاصم مين، اتصل بيه، ابعت له رسالة على الواتساب، على جميع مواقع التواصل، وهو هيرد عليك السلام، بذلك يكون قد انتهى الخصام. فهذان حدثان عظيمان في شهر شعبان. ما ينفعش بالنية يا شيخ؟ يعني النية ممكن ما تجسي؟ إن أنا يعني نيتي اللي أنا ما فيش في قلبي حاجة لحد مثلا، أو نيتي اللي أنا متصالحة مع فلان، أنا مش شايلة له أي ضغينة أو أي بغضاء في قلبي مثلا. حلو. هو طبعا سيدنا محمد لو كانت النية تكفي في هذا الأمر لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. العلماء بيقولوا سؤال جميل قوي في هذه المسألة: طب هل لازم نرجع في الحب والود كما كنا؟ يعني كنا بناكل مع بعض ونخرج مع بعض وبنزور بعض، هل لازم نرجع لنفس الود اللي كان بيننا والمعاشرة والتفاهم الذي كان بينهما؟ قال أهل العلم، وهذا هو الراجح، أنه يكفي مجرد السلام. بمجرد ان انا سلمت عليه خلاص. طب دلوقتي كده الحمد لله يكون انقطع. طب دلوقتي مثلا لو انت ما شفتهوش بالسلام، يعني السلام بالوجه ولا السلام يعني دلوقتي بالتليفون كل سنه وانت طيب مثلا، تكلمه كل سنه وانت طيب؟ طبعا ربنا الحمد لله يعني أباح لنا كثيرا من الأمور دلوقتي. الوسائل الحديثة وفرت على كثير من الناس، كان زمان لازم تروح له عشان تسلم عليه، أما الآن زي ما قلنا في مواقع التواصل بمجرد السلام حتى ولو بالكتابة، وهو حتى لو رد بالكتابة، طب افرض أنا سلمت عليه وهو ما ردش، بس خلاص كده اترفع من عندي أيوه صح، لأن هو بدأ بالسلام. يبقى لو أنا خيركم من بدأ بالسلام وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طب لو التاني ما ردش على السلام خلاص يبقى أنا كده اترفع من عليا، وإن شاء الله يتغفر له في ليلة النصف من شهر. إن شاء الله يتغفر لنا كلنا، وأي حد مخاصم حد يا ريت يصالحه، وأي حد زعلان مني أنا شخصيا يسامحنا الله يرضى عليكم. طيب ممكن بقى تكلمنا يا شيخ كده على اقتراب نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان؟ طبعا كل عام أنتم بخير وأنتم إلى الله أقرب. أنا عايز أقول في يعني السؤال ده فعلا لازم كلنا ننتبه ليه، إن إحنا في نعمة عظيمة جدا إذا بلغنا الله شهر رمضان. والله من أفضل نعم الله على الإنسان أن يبلغه الله رمضان. الموضوع غريب جدا، يعني حديث أخرجه الإمام أبو داود وصححه أيضا أهل العلم، حديث من أعجب الأحاديث التي تسمعها في حياتك. والرواية اللي أنا هقولها دي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد. سيدنا أبو هريرة بيقول كان رجلان عندنا من قضاعة أسلما. يا أستاذ محمود، قضاعة دي قبيلة من قبائل قريش اسمها قضاعة. 2 إخوات أسلموا في نفس اليوم من هذه القبيلة، قبيلة قضاعة. الأول مات مجاهدا في سبيل الله، شهيد في الحرب في المعركة، ومات أخوه الثاني بعده بعام، بس مات على فراشه. طبعا لو أنا سألت سؤال مين فيهم أفضل، هنقول طبعا مين؟ اللي مات مجاهد، اللي مات مجاهد أكيد لله طبعا، أكيد. التاني فضل بعده بعام. المهم يقول طلحة ابن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة قال رأيت رؤيا في المنام، وطبعا رؤيا الصالحين حق. سيدنا طلحة بيقول رأيت في المنام أن المؤخر اللي هو التاني اللي مات رقم 2 اللي مات على فراشه. أستأذنك يا مولانا، أيوة. بس معلش يعني معانا بس اتصال، بس بقاله كتير. فضل. ألو فضل. ألو ألو، ماشي انقطع الاتصال، معلش احنا متأسفين، اتفضل. فطبعا سيدنا طلحة ابن عبيد الله بيقول فرأيت المؤخر منهما اللي مات على فراشه أدخل الجنة قبل الشهيد. الذي مات على فراشه أدخل الجنة قبل الشهيد، طبعا موضوع غريب قوي. قال فاستيقظت من النوم سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إني رأيت المؤخر أدخل الجنة قبل الشهيد. إزاي؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أليس قد حضر بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد قام بعده رمضان؟ أليس قد قرأ من القرآن كذا وكذا في رمضان؟ فطبعا الحديث ده بيدل ان الذي حضر رمضان نعمه عظيمه جدا من الله، يعني يعتبر في منزله الشهيد، يعتبر ده اعلى من الشهيد. ونحن يعني بنشوف بصراحه في شهر شعبان تصفيات غريبه. معلش يا مولانا استاذ حضرتك. الو ايوه، انا بقول لك عايز كارت الشيخ. اتفضل يا استاذ حماده، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. بالنسبه للخصاب لما بيتكلم الشيخ، ايوه اتفضل حضرتك. لا بيتكلم الشيخ فواحد يعني كان فيه بيع وشراء بيني وفاه، ايوه، فقالوا يعني ابو صلاح شايل مني، بقى عايز اكلمه وما بيرضاش يكلمني خالص. يعني طبعا حضرتك بدات بالسلام، يعني انت حضرتك بتسلم أيوة عليه؟ بكلمه طبعا هو ما بيرضاش يكلمني، ما يبقاش يعني كده شايل مني، ما يبقاش عايز يكلمني، وانا مش نيتي ما فيهاش حاجه خالص. طيب هو حضرتك يعني دلوقتي احنا قلنا في السؤال اللي سألناه من شوية، طالما حضرتك بدأت بالسلام وانت ما زلت مصرا على ذلك فمعلش يعني خليها لله سبحانه وتعالى. حاول مرة أخيرة في شعبان، يعني حاول تبعت له كده على مواقع التواصل أو حاول تتصل بيه، حتى لو من رقم غريب قول له يعني عايزين نصفي اللي ما بيننا، ويا ريت كمان لو يعني الحلقة إن شاء الله هتتذاع بكرة إن شاء الله الساعة 8 صباحا بإذن الله، لو يقدر يسمع الحلقة دي في بدايتها. يعني أشكرك أستاذ حمادة، مولانا حضرتك يعني هو كان الاستاذ حماد بيقول في البيع والشراء وهو راح له وما بيسلمش عليه، يعني كان الخلاف ما بينهم في بيع وشراء، يعني تجاره يعني فما هو يعني حضرتك قلت له كده اسقط الذنب من عليه ان شاء الله كده خلاص اسقط الذنب طالما هو حاول معاه مره واثنين وثلاثه فخلاص يا رب يجعلنا جميعا من المغفور لهم في هلا تمس من شعبه. هل يا شيخ تنقسم الناس في استقبال شهر رمضان الكريم؟ طبعا السؤال ده فعلا مهم جدا، لازم كل مسلم ينتبه ليه. كلنا بنستعد لرمضان، تمام، جميع المسلمين يستعدون لرمضان، ولكن كل يعمل على شاكلته ولكل وجهة هو موليها، يعني كل واحد بيستقبل رمضان بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة ليه. وطبعا الناس في استقبالهم رمضان خمسة أقسام، الناس في استقبالهم رمضان خمسة أقسام. القسم الأول من الناس من يستقبل رمضان ويستعد لرمضان ويتهيأ لرمضان بأنواع من الطعام والشراب، يعني رمضان على الأبواب هو كل همه وكل هدفه ماذا سنأكل في رمضان. تمام. وطبعا هو الأكل مش حرام، مش معنى كده انا بقول لك ما تاكلش لا لا لا، كل واشرب، ولكن الناس بتتجه للحاجات دي. انا ارى كثير من الناس يستدين من اجل رمضان، يعني في ناس بتستلف مخصوص من اجل رمضان، مع ان رمضان شهر كباقي الشهور. يعني هو الواحد في رمضان ما بيجيلوش معده مختلفه عن معدته الاصليه في الايام العاديه. استاذنك يا شيخ معلش، معانا اتصال. الو السلام عليكم. الو استاذ محمد اتفضل. اهلا بحضرتك، انا كاتب فضيله الشيخ بعد اذنك. اتفضل حضرتك، كل سنه وانت طيب. اتفضل وحضرتك طيب. فضيله الشيخ بعد اذنك، صحه الحديث ان الله عز وجل ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا، وما صحه الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. طبعا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بنشكرك يا استاذ محمد لاتصال حضرتك. صلى الله عليه وسلم. اما حديث ينزل ربنا ليله النصف من شعبان فهذا حديث لا يصح، هذا حديث ضعيف. الروايه الصحيحه اللي انا ذكرتها في اول الحلقه روايه ابن حبان ان الله يطلع على جميع خلقه ليله النصف من شعبان. اما حديث ينزل ربنا في ليله النصف من شعبان لا يصح. لكن مش معنى كده أن الله لا ينزل في هذه الليلة، إن الله تعالى والحديث في البخاري ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، يعني الموضوع مش مقتصر على شعبان بس، إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. فطبعا مش معنى الحديث لا يصح إن معناه صحيح. أما الحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ورد هذا عن بعض الصحابة، ولكنه موقوفا عليهم ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فبنقول الناس في استقبالهم رمضان أصناف. الصنف الأول بيهتم بالأكل والشرب، رمضان عنده يعني اليميش، قمر الدين، الطعام والشراب بكل أنواعه، ماذا سيأكل عند الإفطار، ماذا سيأكل في السحور وهكذا. هنتعزم عند مين؟ هنتعزم عند مين؟ يعني الأكل هنمشيه إزاي، وممكن يعمل جدول مخصوص لهذا الموضوع. فطبعا يعني أنا أرى أن ذلك ضياع لشهر رمضان. كل واشرب، لكن قال تعالى. عفوا يا شيخ، يعني ده انا بشوف ناس لحد الساعه مثلا، يعني لو ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان ان شاء الله لحد الساعه 12 بالليل قبل السحور بيشتروا حاجات. ايوه صح، والدنيا زحمه ليه؟ ما هو ده بقى بنتكلم عليه. يعني للاسف يعني هذه شريحه نراها في كثير من المسلمين. رمضان عنده يعني الاكل والشرب، ويظل ياكل من المغرب الى ان يؤذن الفجر. فطبعا ده الصنف الاول، يا ريت ما نكونش منه، يا ريت نكون من الاصناف التي ستاتي بعد ذلك. تاني انقسام. القسم الثاني بقى، من الناس من يستعد لرمضان بكبائر الذنوب. ايه والله بكبائر الذنوب، بالمعاصي، يستعد لرمضان بالمعاصي والذنوب، المسلسلات والافلام والاشياء التي تلهي عن عباده الله تعالى في شهر رمضان. فيراه او فتراه كل همه في رمضان ماذا سنشاهد؟ ماذا يعني متى سنجلس امام التلفاز في الساعة الفلانية، وننتقل الى القناة الفلانية والى القناة الفلانية والى المسلسل الفلاني والى المسلسل الفلاني، ويضيع رمضان من بين يديه. ففي ناس كل همهم الذنوب والمعاصي، يستعدون لرمضان بانهم كيف سيعصون الله في هذا الشهر، فإياك ايضا اخي الحبيب ان تكون منهم. اما الصنف الثالث من الناس من لا يعنيه الأمر أصلا، يعني هو أصلا مش معانا، يعني تقول له فاضل 3 أسابيع على رمضان، ماشي أعمل إيه يعني؟ هو أصلا مش معانا، يعني يدخل رمضان وينقضي رمضان وكأنه لم يأتي عليه رمضان، ويصحى على الفطار بس كده، يصحى على الفطار وهو مش دران أصلا يعني إيه رمضان. هو الأمر لا يعنيه، هو مشغول بأمور أخرى دنيوية أبعدته عن أهمية شهر رمضان. للأسف برضو دي شريحة موجودة من المسلمين لا يهتمون برمضان ولا بقدومه، لا فرحا ولا حزنا، يعني ولا بيزعل ولا بيفرح، هو أصلا مش معانا، هو أصلا لا يدري ما هو رمضان، يعني باللفظ الدارج مغيب، هو مغيب فعلا يعني. وهذه شريحة موجودة رأيتها في كثير من المسلمين. الصنف الرابع، ومن الناس من يعتبر رمضان سجن، إيه والله، لا إله إلا الله، سجن لمدة شهر. ليه بس؟ يحزن لقدوم رمضان، يقول لك لسه هنصوم بقى والجو حر والعطش، لسه همتنع عن معصية معينة بيفعلها بالنهار، لسه هعمل يعتبر رمضان سجن ويحزن لقدوم رمضان. للأسف في مسلمين بيحزنوا لقدوم رمضان، تقول له رمضان جه يعني يحزن. لذلك كان أحد الشعراء المشهورين كان بيشرب الخمر للأسف يعني، وكان مشهور عنه ذلك، هو شاعر مشهور جدا يعني. الشاعر ده للأمانة برضو أول ما كان يجي رمضان كان يقلع عن شرب الخمر، ما كانش يشربها خالص، جزاه الله خير والله، والله الحمد لله. ولكن أول ما المفتي يقول بكرة العيد ينشد قائلا ويقول رمضان ولا رمضان ولا هاتها يا ساقي، اللي هي الخمرة، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. بيعتبر إن خلاص بقى السجن خلص، خرج من السجن، وكأن رمضان حبس خرج منه والعياذ بالله إلى ما يريده من حرية. وهذا صنف أيضا موجود بين الناس. التقسيم الخامس بقى هيبقى أحلى تقسيم. طبعا نسأل الله يجعلنا منهم. ومن الناس من يفرح لقدوم رمضان إن شاء الله، ويستعد لقدوم رمضان ويتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. وهذا ما ينبغي علينا أن نكون منه، أن يفرح ويستعد لقدوم رمضان وينوي أن يشمر عن ساعد الجد، وأن يجعل هذا الشهر خير شهر سيمر عليه ويكون سببا لعتقه من النار بإذن الله سبحانه عز وجل. فهذا هو الصنف الخامس، نسأل الله يجعلنا من هذا الصنف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ممكن بقى يا شيخ تكلمنا عن السنن اللي كان بيقتضيها الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ طبعا في الأيام دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستن بسنن هو وصحابته الأجلاء رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. احنا دلوقتي باقي على شهر رمضان بالظبط حوالي 3 أسابيع. كان الصحابة في هذه الأيام ينشغلون بأشياء يستعدون بها لرمضان، سنن كثيرة. فمن هذه السنن أولا الدعاء، لا نترك سجدة لله إلا وندعو اللهم بلغنا رمضان. حاول تخلي الدعاء ده دايما على لسانك في هذه الأيام في كل صلاة، اللهم بلغنا رمضان. لأن أنا قلت لك إحنا بنلاحظ في شهر شعبان تصفيات، بمعنى كثير من المسلمين يموتون في شعبان. لسه امبارح كنا في جنازة، ولسه النهاردة أخونا الحبيب، وأول أمس وقبل أمس والأسبوع اللي فات، يعني فعلا بنلاحظ إن في شهر شعبان هناك أناس لا يبلغهم الله رمضان. فلا بد أولا الدعاء. كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال معلى ابن الفضل، قال كان الصحابة يدعون قبل رمضان ب6 أشهر اللهم بلغنا رمضان. قبل رمضان بإيه؟ 6 شهور اللهم بلغنا رمضان. وإذا انقضى رمضان يدعون الله بعده ب6 أشهر اللهم تقبل منا رمضان. فبذلك تكون السنة كلها عندهم رمضان. يعني قبل رمضان ب6 شهور اللهم بلغنا رمضان، بعد رمضان ب6 شهور اللهم تقبل منا رمضان. فنستعد لرمضان بالدعاء. ثانيا نستعد لرمضان من السنن التي كان النبي يفعلها في هذه الأوقات بالفرحة. زي ما قلنا الصنف الخامس لابد أن نستقبله بالفرحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب رمضان يدعو جميع صحابته إلى حضور هذا المجلس، يعمل مجلس كده كبير قوي ويدعو الصحابة كلهم يقعدوا، ويبتدي بقى كده يفرحهم بقدوم رمضان ويبشرهم بقدوم رمضان. والحديث أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب رمضان يقول للصحابة أتاكم رمضان، يعني قرب يجي شهر مبارك، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. فكان النبي في هذه الأوقات يبشر الصحابة ويفرحوا بقدوم رمضان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيضا من السنن في الوقت ده التي كان يتبعها الصحابة رضي الله عنهم النية الصادقة في الصوم. يعني إيه؟ يعني دلوقتي النهاردة احنا كان 6 شعبان، انوي بقلبك أنك لو حضرت شهر رمضان هتصوم وهتقوم، اللي هو التراويح يعني، وستقرأ القرآن وستقترب من الله، انوي. طب افرض مت قبل رمضان، نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان. افرض، نسأل الله تعالى يعني أن يحفظ أعماركم جميعا، افرض الواحد مننا مات قبل رمضان، والله كأنه حضر معنا رمضان. إزاي يا أستاذ محمود؟ أيوة. بالنية. النية الصادقة كأنك فعلت العمل تماما، والحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معلش طبعا حضرتك طبعا يعني لعزمة كلامك معنا اتصال. اتفضل. ألو 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 اتفضل. أيوة يا أستاذة منى، إزيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ألو ايوه يا استاذ محمود. يا استاذه منى ازي حضرتك؟ الحمد لله فنان. بدور الشاشه. الله يعزك، الله يكرمك، الله يكرمك. انا من المعجبين بيك بصراحه. الله يعزك، ربنا يعزك يا رب. بس ممكن حضرتك بس تبعدي عن التلفزيون. ربنا يخليك يا استاذه، نورتي. كل سنه وحضرتك طيبه. منوره الشاشه، منوره الشاشه يا مدام نجلاء. ربنا يخليكي يا استاذه منى، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه ويعود عليك ايام بخير. كل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه عيد الام. وانت طيب، وانت طيب كلك ذوق. الله يعزك. اتفضلي. كنت عايزه بس اسال فضيله الشيخ عن بس هي اكتر الاعمال المفضله في نص شعبان من كده. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. حضرتك حابه تسالي حاجه ثانيه؟ ولما اجي اصوم يعني الصيام كده لازم تكون في قبليها، ولا مثلا اليوم بدا وانا حبيت ان انا اصوم اكمل صيام، ولا لازم اكون ناويه في نيه؟ معلش ممكن تقولي السؤال ده ثاني من فضلك؟ السؤال ده تاني، لو في صيام النوافل الاثنين والخميس انا عايزه اصوم النهارده وقررت اصوم في بدايه اليوم من الفجر، يعني ما كنتش ناويه من بالليل، فعادي ابدا الصيام عادي ولا لازم اكون في نيه مبيته؟ ان شاء الله. يعني يحتسب لها الصيام ولا لازم النيه تبقى النيه لازم تبقى موجوده؟ هي اول سؤال بتقولها يا شيخ، اكثر الاعمال في نصف شعبان، ايه هي اكثر الاعمال؟ طبعا اكثر الاعمال التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في هذا الشهر زي ما قلنا الصيام. تمام. بس الكلام ده طبعا لا يختص بليله النصف من شعبان، ليله النصف من شعبان قلنا لم يرد فيها حديث الا الحديث اللي انا ذكرته في البدايه اللي هو يطلع الله على جميع خلق، لكن انا مش عايزين برضو نخص ليله النصف من شعبان بشيء من العباده عشان ما نبقاش يعني ابتدعنا في الدين، ولكن شعبان كله لاحظنا على الصحابه كانوا يكثرون من الصيام وكانوا يكثرون من قراءه القران. تمام. حتى قال مجاهد وعكرمة وقتادة رضي الله عنهم، قالوا كانوا إذا دخل شعبان انكبوا على مصاحفهم يقرؤون القرآن. معلش يا شيخ بس هقطع حضرتك، معنا اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام حضرتك، اتفضل. أستاذ أيمن من المنطقة. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذ أيمن؟ كل سنة وحضرتك طيب. الله يسلمك. ممكن أكلم الشيخ إبراهيم؟ اتفضل حضرتك، الشيخ مع حضرتك. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك عاوز اعرف صحة حديث اذا انتصر شهر شعبان فلا تصوموا. طبعا. طب ماشي هرد على حضرتك ان شاء الله. ماشي. شكرا لاتصالك. هو بس هستأذنك بعد قبل سؤال الأستاذ كان بس الأخت منى كانت قالت النوافل اللي هي لو هي مثلا حابة تصوم خميس واثنين وخميس هل هي لو ما نوتش ممكن تكمل صيام عادي ولا ايه؟ طبعا هذه المسألة العلماء اتكلموا فيها اللي هي مسألة إذا بدأ الإنسان بصوم تطوع هل يجوز له أن يقطعه أم لا؟ المسألة مشهورة جدا عند الحنفية اللي هو الإمام أبو حنيفة وأتباعه، قال من بدأ بصيام فلا بد أن يكمله حتى ولو كان سنة. طب افرض فطر، قال أبو حنيفة عليه قضاء هذا اليوم. واستدل أبو حنيفة على ذلك بحديث أن ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صائمة تطوع فأفطرت، فقال لها اقضي يوما مكانه، عشان فطرت مع أنه كان يوم تطوع. بس طبعا هذا الكلام اللي أنا قلته ليس هو الراجح. الراجح بقى كلام الشافعية، لأن هذا الحديث ضعيف. فالراجح كلام الشافعية أن من بدأ بصوم تطوع مش لازم يكمله، عادي. أنا مثلا يوم الاثنين أو الخميس جيت على الظهر كده حسيت أن أنا مش قادر أكمل الصيام ففطرت. واستدل الشافعية بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه. الصائم المتطوع يعني إيه أمير نفسه؟ يعني بمزاجه، بمزاجه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طب هسأل حضرتك سؤال، فضل. يعني لو حصل لها عذر في الصيام التطوعي دوت يبقى عليها برضو اليوم؟ ولا ده يوم على تطوعي؟ على الرأي الراجح بقى زي ما قلنا رأي الشافعية إن ده صيام تطوع، سواء بعذر أو من غير عذر، ليس عليها قضاء اليوم، سواء بعذر أو من غير عذر. لا بس أنا اللي أنا فهمته منها مولانا إن هو لو هي مثلا قبل الفجر مثلا ما نوتش إن هي تصوم وقامت الصبح كده قالت انا هكمل صيام النهارده، ده بقى ده سؤال اخر بقى. ما هو ده السؤال، هل يجوز هل يجوز النيه في صيام النوافل قبل الفجر؟ نعم طبعا، هذا يجوز في صيام النوافل فقط. كانت امنا عائشه رضي الله عنها عندما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في النهار او في الصباح هل عندكم طعام؟ فاذا قالت لا قال اذا اني صائم. قال اذا إني صائم. الكلام ده كان بيبقى الساعة 10 الصبح 9 الصبح. يعني يجوز الصيام، يجوز نية النافلة بعد طلوع الفجر، أما الفريضة لا يجوز طبعا. طب ممكن أسأل حضرتك برضو سؤال يا شيخ؟ اتفضلي. يعني دلوقتي في رمضان الرؤية ظهرت، أنا قلت خلاص نويت صيام شهر رمضان، ده يتطلب مني كل يوم وانا بتسحر اقول خلاص نويت اللي انا اصوم النهارده، ولا دوت كفيل اللي انا خلاص نويت الصيام عن شهر رمضان؟ طبعا افرض نسينا، دي مساله مهمه جدا اللي هي هل تكفي نيه واحده للشهر كله؟ ايوه. ام لازم كل ليله اجدد النيه؟ ايوه. طبعا احنا المساله فيها اربع اراء. عذرا يعني مولانا معلش معايا اتصال. اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. محمد ازيك؟ الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه. لو سمحت اكلم الشيخ؟ اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا لما باجي اقرا القران يعني ايه، انا متعلمه وكل حاجه بس انا مش بعرف اقول يعني الاحكام بتاعته والتشكيل وكده، فبقراه عادي، فهل ده حرام؟ ماشي اكتب سؤال. ولو سمحت لو انا مثلا يعني لو انا بيحصل مشاكل بيني وبين جوزي وبين خاص. معلش يا ام محمد، بس اول سؤال انت قلتي ايه؟ ان انت وانت بتقراي القران ما بتقولهوش بتجويد، يعني قصدك مش بقراه تمام بالتشكيل بتقريب العاميه يعني. بالعاميه يعني بقراه بالعاميه، فهل ده يعني حرام؟ ماشي تمام. ايه السؤال الثاني؟ والسؤال الثاني لو سمحت، يعني انتوا بتتكلموا عن الخصام، يعني لو انا مخاصمه جوزي حصل بيني وبينه مشكله مثلا واتخاصمنا بالاسبوعين، هل ده برضه حرام؟ وعايز اسال الشيخ عن الصلاه الناريه. الصلاه يا فندم؟ الناريه. الصلاه الناريه؟ جديده دي. ايه الصلاه الناريه دي؟ لا دي جديده دي فعلا. يعني الشيخ قالها وانا قلتها، دي جديده علينا. هي مفيش الا صلاه واحده اللي احنا عارفينها. يعني ايه الصلاه الناريه؟ طب يعني ممكن تفهمينا يعني ايه؟ يعني انت حضرتك بالنسبه لحضرتك الصلاه الناريه يعني ايه؟ لا في صلاه اللي هي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ماشي يا فندم. انا بس ماشي يا فندم، بشكرك يا ام محمد. وبتسال لو اتخانقت هي وجوزها او قعدوا في البدايه. انا اسف يا نجلاء، في البدايه بتقول قراءه القران الكريم هي بتقرا بالعاميه، يعني هي متعلمه بس ما عندهاش التجويد او بال يعني ان شاء الله ارد عليها زي ما قلنا. نشوف الاسئله اللي اتفضل. يبقى احنا قلنا الاخت اللي كانت بتسال على النوافل يجوز من الصباح، يجوز ان انا انوي النافله، اما الفريضه لازم انوي قبل الفجر. طيب سؤال أستاذة نجلاء اللي هو لازم أنوي كل ليلة ولا ممكن تكفي نية واحدة لجميع الشهر؟ طبعا المسألة زي ما قلنا فيها خلاف وفيها أربع أقوال علماء، بس أنا طبعا عشان وقت الحلقة يعني وبإيجاز برضه عشان برضه عندنا اتصالات وفي أسئلة كتير عايزين نقولها لحضرتك. فيعني إحنا هنجيب الرأي الراجح بس. الرأي الراجح هو قول الشافعية في هذه المسألة إن لازم أنوي كل يوم وكل ليلة الصيام. طب افرض نمنا او نسينا يا شيخ. حلو قوي. ما هو اصلا للاسف احنا مش فاهمين يعني ايه النيه. النيه اصلا لا يشترط التلفظ ليها، لان النيه محلها القلب. والنيه تكفي ولو بشربة ماء، ولو بشراء الزبادي او الفول. هو حضرتك اشتريت فول ليه او اشتريت زبادي ليه؟ بنيه الصيام. بنيه الصيام خلاص، هي دي النيه. خلاص يعني كده بمجرد ان انا اشتريت كوبايه الزبادي دي خلاص انا كده نويت. ما باكلش زبادي يا شيخ ولا فول، بتسحروا جبنه بس. بمجرد مثلا شربة الماء دي خلاص هي دي النيه. او يعني لو دخلت نمت وقلت يعني في نيتي اللي انا صايمه خلاص، حتى من غير السحور ولا اي حاجه. النيه امرها واسع جدا، الامر بسيط جدا في موضوع النيه. يعني الشيطان ممكن يلبس على الناس موضوع النيه دي، فالموضوع بسيط. طالما مش ناوي ان انا افطر خلاص يبقى انا ان شاء الله ناوي ان انا اصوم. تمام. معلش يا شيخ معانا اتصال تاني. الو استاذه ايمان. ايوه يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه حبيبه قلبي. اتفضلي يا استاذه ايمان. وانت طيبه يا فندم. وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك عشان تسمعينا كويس. مساء الخير يا فندم. مساء النور. وطي التلفزيون يا استاذه ايمان. انا مطيه على الاخر والله. طب اتفضلي، معاكي الشيخ، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اتفضلي. لو سمحت والله انا يمكن هسألك سؤال بعيد عن الحلقه شويه. انا دايما في مشكله بيني وبين جوزي، ورافضه ان انا اديله اي حق من حقوقه الشرعيه. فبسأل هل ده ممكن يأثر على صيامي؟ طيب ماشي. هو احنا ممكن ارد على حضرتك برضو بس في نهايه الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله هرد على حضرتك في نهايه الحلقه باذن الله. متشكرين لاتصالك يا استاذه ايمان. سؤال كان في يا مولانا بقى، كانت الاخت اتصلت ام محمد. الشيخ ايمن كان قبليه. كان حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث ضعيف. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ضعيف، علشان يبقى فيه شوق لرمضان يعني. لكن هو طبعا الحديث الصحيح بقى اللي أنا هقوله ده، الحديث ده في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ده الصحيح، ده في البخاري. أما حديث إذا انتصف شعبان الذي أخرجه أبو داود وغيره ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة، وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط ورحمه الله وكثير من أهل العلم، لأن الحديث ده معناه كده إن أنا يعني من يوم 16 شعبان ما صومش. لا طبعا، هو بس الأفضل ما صومش بقى اللي هو يوم الشك، اللي هو يوم 30 شعبان. 30 شعبان. وطبعا ده اللي مش متعود بيصوم. أما لو واحد متعود بيصوم اثنين وخميس، جه يوم 30 شعبان يوم اثنين أو خميس، ده يصوم عادي. تمام. مولانا كان بس الست الفاضلة أم محمد كانت بتقول إن أنا بقرأ القرآن بس هي مش بتجويد. ده أيوة. سؤالها الاولاني. والسؤال الثاني ان هي في خصام مع زوجها بقى لها اسبوعين وكده، هل يجوز ان هي يخش على شعبان نص طيب أو رمضان؟ السؤال الاولاني اللي هو موضوع قراءه القران طبعا هو الافضل. هو قبل ما ممكن حضرتك تجاوب بس ممكن معايا اتصال؟ اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه مع حضرتك صالح ابو ياسين. اهلا استاذ صالح. اهلا بيك. بقول لحضرتك ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضل اتفضل. بقول لك يا شيخ لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا والدتي متوفيه، فان شاء الله عايزين يعني نعمل لها حاجه خير في رمضان، فايه افضل حاجه ممكن اعملها لها الثواب يروح لها يعني باذن الله؟ طيب حاضر حاضر حاضر، هجاوب حضرتك ان شاء الله. ماشي. انا بشكرك يا استاذ صالح. حضرتك معلش قطعت حضرتك في الاول. قراءه القران الكريم الافضل القران يقرا بترتيل. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. لكن افرض للأسف يعني ده بقى يعني العموم من المسلمين الآن بقى القليل منهم بيعرف يقرأ القرآن بالتجويد. هل معنى كانوا ما يقراش؟ لا طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. طيب والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، اللي هو سؤال حضرتك بقى. هو بيقرأ وبيتعتع يعني بيقرأ بيستهجى كده، ممكن يغلط في كلمة. قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ما شاء الله عليه. مش أجر واحد. ماشي. بالنسبة للخصام يا مولانا؟ وطبعا موضوع هو الخصام ده في رمضان يا شيخ، يعني ينفع يعني الراجل أو زوجته وهم متخانقين في رمضان الصيام ما يتقبلش؟ هو طبعا يعني المعاصي لا تبطل الصوم، ولكن تنقص من أجر الصوم. يعني مبطلات الصوم معروفة، هنبقى إن شاء الله نذكرها برضو في مرة. لكن الخصام لا يبطل الصوم ولكن ينقص من أجره. فلعل السائله تقصد ان هم مش مع بعض في الود والاحترام، ولو زي ما قلنا ولو بمجرد ان هم بيكلموا بعض والقاء السلام، فان شاء الله كده ما يبقاش فيه ذنب. ولكن طبعا الافضل بالذات بين المتزوجين، يعني الافضل ان الخصومه ما تزيدش يعني عن 3 أيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بس مولانا معلش، هو طبعا لديك الحلقة وحضرتك ما شاء الله يعني أكرمتنا بعلمك الله يعزك، فعندنا أسئلة كتيرة وكان في اتصال، بس احنا عايزين نقول لحضرتك على أسئلة سريعا كده بس جاوبنا عليها. بقول لحضرتك، هل حدوث نزيف للصائم يبطل الصيام؟ حدوث نزيف للصائم لازم نحدد معنى المصطلح. يعني حضرتك تقصد بالنزيف نزيف الدم عموما من أي إنسان؟ هو للعامة وللمرأة لو حضرتك حبيت يعني النزيف اللي بينزل من الأنف مثلا من الفم، النزيف الذي ينزل سواء من الأنف أو من الفم، خروج الدم عموما أو بجرح أو كده لا يبطل الصوم. تمام. ودل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون في شهر رمضان وهم صائمون، وأكيد الواحد فيهم كان بياخد يعني جرح بالسيف أو غير ذلك، وكان ذلك لا يجعله يفطر. لا احنا بنتكلم على الانف او الفم. ما هو يعني خروج الدم عموما عموما لا يبطل الصوم. طب لو اتنقلنا للمرحله الثانيه، لو قلنا بقى خروج الدم بقى بالنسبه للمراه، الراجح من كلام الشافعيه وهذا القول الراجح ان خروج دم النزيف يعني اللي احنا بنسميه اللي هي المراه سقطت يعني كانت حامل وسقطت، قالوا خروج الدم يبطل الصوم. معلش بس حاجه كده على الصفحه سريعا بس، والاستعمال نقط الانف وكده ده برضو طبعا القطره بكل انواعها طالما تصل الى المعده تفطر. قطره العين وقطره الانف، قطره الانف، قطره الاذن ايضا لان هي كلها مرتبطه ببعض، انف واذن وحنجره، فالقطره تبطل الصوم. اما الحقن لا تبطل الصوم طالما ليست حقن غذائيه. اما الحقن اللي هي الغذائيه دي طبعا العلماء قالوا ان هي تعتبر بمثابه الطعام والشراب، فدي تبطل الصيام. طب بالنسبه للمراه الحامل الصيام ليها ايه؟ طبعا لم يرد في كتاب الله تعالى ان الحامل او المرضع اللي هي بترضع يعني تفطر، ولكن عندنا في الاسلام شيء اسمه من احكام الفقه اسمه القياس. لو حالتها اسمه القياس. يعني القياس ربنا في الآيات اللي بدأنا بها في أول الحلقة اللي قرأناها ذكر الله تعالى المريض والمسافر. فالعلماء قاسوا الحامل والمرضع على المريض. تمام. معناها ما ذكرتش في القرآن، ولكن قالوا إذا قال لها طبيب ثقة أنها يعني ستتعب عند الصيام، يعني لازم ترجع للطبيب، هو اللي هو ما تعملش هي من نفسها. أيوة. ما تاخدش القرار من على نفسها او خافت على الجنين. مولانا بس يعني طبعا ده يعني حكم الجماع في رمضان، يعني هل مستحب يعني في النهار او يعني طبعا يقول الله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. تمام. هذه الايه تدل ان ذلك يجوز في ليل رمضان فقط، أما في النهار من فعل ذلك فقد أجرم جرما عظيما جدا. نسأل الله العافية. ده يبقى عليه حاجة اسمها كفارة الصوم. طب يعني طبعا يعني الكفارة دي طبعا يعني شيء عظيم جدا يعني لازم طبعا كل مسلم يعرفها، اللي يعمل حاجة زي كده عليه كفارة. عليه كفارة. إيه بقى الكفارة دي؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله، يعني باللغة العامية بتاعتنا الحقني. قال ماذا بك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني يقصد جامعها وهو صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ طبعا موضوع الرقبة ده كان زمان، أكيد اللي هو العبد والأمة الكلام ده كان زمان. فقال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. وده يدل أن رقم 1 عتق رقبة. رقم 2 أن يصوم 2 شهرين متتابعين. يعني إيه متتابعين؟ يعني لو فطر في اليوم رقم 59 يعيد من أول وجديد. لازم 2 شهرين متتابعين، وال2 شهرين ما يكونش فيهم رمضان. يعني ما يقولش بقى يعمل نفسه ذكي يجيب رمضان مع شهر تاني. والزوجة برضه عليها الكفارة ديت، برضه بتطبق عليها الكفارة ديت. الكفارة على الزوج فقط. لأن هو لأنها غرم مالي، والغرم المالي يجب على الزوج. قال له لا أستطيع إن هو يصوم 2 شهرين متتابعين. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وده يدل أن رقم 3 يطعم 60 مسكين بقدر ما يسمى إطعام. قال لا أستطيع. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرته وجاء بقصعة فيها تمر فقال خذها وزعها على أفقر أناس في المدينة. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا يوجد بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أهل بيت أفقر مني، فقال اطعمها لأهل بيتك. طبعا الحديث بدل إن هو لو مش قادر على الثلاث أصناف من الكفارة تستقر في ذمته. يعني إيه؟ يعني تفضل دين في رقبته، لازم يطلعها لو ربنا قدره عليها بعد ذلك إن شاء الله. بص مولانا، بس في سؤال برضو جالنا عن طريق الواتساب بيقول لو حد صام على جنابه، يعني في جماع مثلا وصام على جنابه من غير ما يغتسل، ده وضع الدين ايه؟ طبعا ورد عن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح احيانا في نهار رمضان وهو جنب. بس الجنابه بتكون حصلت قبل الفجر اكيد. هو فطالما حصلت قبل الفجر لا يضر ذلك ولا يفطر الصائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طب وقراءه القران للست يعني ممكن تكون عفوا لابسه قط براحتها في بيتها، ولا لازم تكون لابسه تحجيبه؟ يعني تكون قاعده بالخمار كده. هو طبعا الافضل، وهذه من سنن قراءة القرآن ومن الآداب التي يجب علينا أن نتأدب بها أو ينبغي علينا أن نتأدب بها، أن القرآن له آداب. من هذه الآداب ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء. فستر العورة من آداب وسنن قراءة القرآن. أنا مش هقول واجب لأن هو بصراحة مش واجب، ولكن من السنن. وبعدين القرآن معظم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالقرآن عظمه الله وأعلى شأنه، فما ينفعش القرآن المعظم اللي هو كلام الله تعالى يتقرئ بهذه الهيئة. فالأفضل ستر العورة وهو يقرأ القرآن. وما حكم بقى الأكل سهوا في رمضان؟ حكم صحيح. الأكل سهوا في رمضان يعني يعني مثلا وأنا بعمل الأكل كده يعني سهوا. بعض الناس انت عارف الحريم بقى بتحب الدوق. ايوه طبعا سهوا يا شيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإنما أطعمه الله وسقاه. ما يسوقش فيها بقى، ما يسوقش فيها، يكمل بقه. ايوه صح. يبلعه. طب بقى على وجه النقيض لو تعمد، لو تعمد طبعا لا يبقى يبطل الصيام يا حاج محمود. مفيش حاجه دلوقتي بقى خلاص. مفيش حاجه كده. يعني ايه الواجب عليه؟ هو الواجب عليه قضاء فقط، ده الراي الراجح. لكن طبعا بعض المذاهب شد عليه اكتر من كده، قال هيبقى عليه قضاء وفديه. يعني الموضوع فعلا خطير جدا يعني. مولانا بس في حاجه هستاذنك، هو بره السياق موضوع الحلقه، بس معلش عفوا ممكن حاجه بس تقول لنا عليه؟ معلش. هو في حد بيقول ان في سيده فاضله متزوجه من 6 أشهر وزوجها مدمن افلام جنسيه، وقال لها مش هبطل وعنده مشكله في العلاقه الزوجيه، واما الحل الشرعي ان مفيش علاقه كامله بينهم خالص طول في هذه الفتره. هو مش هنذكر اسمه، لجأت لاهله ولم يفعلوا شيء ومش عايزه تتكلم معاه خالص وبيهددها ببجاحه يعني. حضرتك تقول لنا ايه؟ هو طبعا برضه بايجاز برضه عشان بس دي بتبقى ده مش سؤال الفقهي، دي مساله يعني تعتبر شخصيه محتاجة تدخل من العائلة، محتاجة تدخل من كبير العيلة أو كبير الشارع أو كبير المقام في المكان اللي هم فيه. تبتدي تدخله في الموضوع وتبتدي كما قال الله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما. بس هي تحلها ود ما بينهم وما بينها، عشان كده هي هتشوه صورته ومش هيبقى فيه ود ما بينهم بعد كده. طبعا هي حاولت مرة، هي يعني من الواضح من الرسالة ان هي حاولت مرة واثنين واشتكت لأهله. انا شايفة لو هي يعني اتكلمت وكشفت الموضوع ده، انا شايفه اللي هم انا شايف ان هو بيجح. هي هتبقى انا شايفه اللي هي الدنيا هتبوظ معاهم. الافضل بقى الافضل يعني الافضل ان هي تتجه لحد كبير. حد كبير ما برضه ما يفضحش. معلش يا مولانا بس معلش اديك الوقت بس. ايه هل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام؟ الاحتلام في رمضان لا يبطل الصيام لانه لا تدخل للانسان فيه، وطالما حاجه خارجه عن ارادته لا يبطل الصوم، ودل على ذلك ادله كثيره ذكرها اهل العلم. اتفضل. فطبعا يعني كل أحكام الصيام دي المفترض على كل مسلم أن يدرس باب الصيام قبل دخول رمضان. فدي يعني دي بصراحة حاجة مهمة جدا. على الأقل يعني خش على النت، اسمع فيديوهات لمشايخ اشتري كتيبات صغيره كده بتتكلم عن احكام الصيام، لان فعلا يعني للاسف انتشر الجهل في الدين بطريقه شديده جدا. مولانا انت حضرتك كانت الاستاذه نجلاء يعني كانت معاها مكالمه، كان في حد بيقول ان في مشكله، يعني الضيفه في مشكله بينها وبين زوجها وهي منع نفسها عنه. طبعا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه منعت نفسها من زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. كلهم يا شيخ. والحديث صحيح يعني. فطبعا معنى الحديث ان هي امتنعت من اجل الامتناع، يعني من اجل العند، من اجل الكبر. اما العلماء قالوا اما اذا كان ذلك لظروف صحية او لظروف اخرى فهذه لا تدخل في حكم اللعن. فاحنا بقى نشوف يعني سبب الامتناع ايه؟ ما على حسب سبب الامتناع. لو كان مجرد الكبر او مجرد العند فتأثم وتلعنها الملائكة، ولعنة الملائكة تطرد من رحمة الله سبحانه وعز وجل. طب مولانا طبعا احنا بجد سعدنا بلقاء حضرتك، والله انا سعدت بيكم، كل عام وانتم بخير، سعداء جدا وبفكر حضرتك. الله يبارك فيك. ونتمنى من حضرتك ان حضرتك تختم هذه الحلقة بدعاء كريم كده من حضرتك. يا رب، اللهم امين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اشف مرضانا قبل رمضان، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين قبل رمضان. اللهم لا يدخل رمضان علينا إلا ونحن تائبون، لا يدخل رمضان علينا إلا ونحن آيبون. اللهم ارفع البلاء عن جميع المسلمين، اللهم سد دين المدينين، وفرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين جميعا قبل رمضان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكرا يا شيخ، وكنا سعيدين قوي ان كنت حضرتك معانا. جزاكم الله خيرا. شكرا يا شيخ. شكرا. اعزائي المشاهدين، اسعدنا باللقاء معاكم، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله الحلقه الجايه هتكون مميزه جدا معانا، وهيكون معانا سياده المستشار احمد عواد، وهتكون الحلقة يعني فيها مكالمات تليفونية كتير. أنا بقى هقول لحضرتك على حاجة. اتفضل حضرتك. بمناسبة الحلقة إن شاء الله هيكون معانا سيادة المستشار، وإن شاء الله كل ما يخص الشؤون القانونية وأي حد محتاج حاجة إن شاء الله هيكلمنا عليها. أنا طبعا بشكرك يا شيخ، ومعتز بحضرتك جدا، وشرفتني بجد. والأمة الإسلامية جميعا بخير. جزاك الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين إن شاء الله. أنا كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب يا محمود. أنا بشكركم، ودمتم في رعاية الله. تصبحوا على خير.